عليكم، معكم سارة أحالي ممثلة مدينة تطوان وبرنامج ليلة العرس. الغياب ديالنا هاد المدة هادي كاملة، علاش مبقيناش في مواقع التواصل الاجتماعي؟ واحد شنو كيقول، شنو كيقول تفارقنا، شنو كيقول كنا عملنا واحد الفيديو باش نوضحو هاد سوء التفاهم اللي كاين، وصار باقي مع بعضنا غير وكان بلا شي كنبارطاجيو بزاف، ما عملنا شي قناة في اليوتيوب في الأول ملي خرجنا من البرنامج، ما كانتش عندنا الفكرة ديك الساعة، وربما ما جبرناش اللي أثرنا ولا اللي وجهنا، الحمد لله باقي الوقت في يدنا وباقي كل شيء قدامنا، حتى عندنا الناس اللي كيبغونا وحنا رجعنا لهم من جديد. حنا دابا عندنا وليد اسمه مجد، دابا حنا 4 سنين حنا من وليد، هو في عمر 3 سنين، غيكون معنا ان شاء الله في الفيديو اللي غيكون على العشرين ديالنا. المحتوى اللي غادي يكون في القناة ديالنا جديدة ان شاء الله يا ربي، بغينا يكون شي حاجة اللي تكون سبيسيال، شي حاجة اللي تكون في المستوى، شي حاجة اللي يدخل الانسان يشوفها يستفد، ماشي نبارطاجيو اي حاجة. عندنا بزاف افكار ان شاء الله يا ربي، نتمنى يعجبوكم ونتمنى يكون في مستوى التوقعات ديالكم. كنبغي نشكر قناة ليلة العروسة على الاستضافة ديالنا، وحتى تحتنا فرصة نعاود نتلاقاو بيكم، نتسناونا قريب على قناة خاصة بينا، واللي غادي يكون الرابط ديالها في الديسكريبسيون، هنا قناة واحدة كاين شي جوج، يا اللي في الديسكريبسيون ديال الفيديو، والانستغرام حتى هو كاين في الديسكريبسيون. عندكم قناة مليئة بالمفاجآت وزوينة بزاف، نتمنى تعجبكم، و غادي يكون فيها داكشي مختلف، سارة غادي تقدم نصائح، غادي تقدم بزاف الحاجات اللي غيكون غيعجبكم ان شاء الله يا ربي بزاف. شكرا لله العروسة، ورمضان كريم. رمضان كريم.